ورشة ملاح وراح نتعرف هلا على معمول ولكن بالفواكه. كيف نعرف مع الشيف علي ورشة ملاح؟ بونجور لك من جديد. بونجور لك كمان. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. شو عنا التحضير هلا؟ نحن قبل شوي حضرنا العجينه تاعت المعمول بالفواكه اللي حطينا هي 250 جرام من السمنه وكمان حطينا 250 جرام من السكر البودره، خلطناهم مع بعضهم وحطينا معهم كمان الطحين، صاروا عندي عجينه بهذا الشكل. هلا شو بدي اعمل انا؟ بدي اخذ من هالعجينه شوي ومنلونها. يعني فينا ناخذ مثلا مثل ما عملنا العجينه، بنشيل منها شوي صغيره ونحط مع اللون الاصفر لحتى تغير اللون. هيدا اللون الاصفر اللي حنعملها هي بالمشمش المجفف. وفينا كمان شوي دخلك هلا هي بتاخذ لون، ايه لانه عجينه بتفوت بقلب بعضها بتصير عجينه وحده متماسكه لونها اصفر. اوكي، هلا بهذه الطريقه صار عندي عجينه انا هون لونها اصفر، رح شيلها عندي على جنب لحدك هون. باخذ وحده ثانيه كمان من نفسها هي ذاتها بنحط لها اللون الاحمر. فينا نستعمل هيدا وفينا نستعمل البودره، يعني نحن عندنا نوعين. أوكي. فينا نستعملهم واثنيناتهم موجودين بالسوق. حط شوي صغيره ايوه هذا اللون لانه حنعملها للفريز. اوكي اكيد هيدي حسب نوع الفواكه اللي عم نعملها. صحيح، حسب اللون حسب النوع الفواكه بنحطه بقلبها بنزين نحن او بنصبغ، يعني بنحط تلوينة الاكل. اكيد هذه التلوينة ما بتضر لانه هذه التلوينة صحية. في منا بودرة وفي منا كمان مثل ما شفنا ليكويد سائل. يعني هن هيك بيشهوا اكثر وقتها بتشوف ما هي هيدي، خصوصا كمان هيك للاولاد بحبوهم اكثر. مزبوط. اوكي، فينا قدنا كمان قدنا بدنا منغمق باللون وقدنا بدنا منفتح. لكن صار عندي هون لونين جاهزين. بعد عندي لون واحد اللي هو الا وهو الشوكولا. الشوكولا كمان المفروض يكون ألذ شيء. باخذ شوي صغير من العجين. اوكي، وعندي اكيد الكاكاو بده يكون منخل ما في بقلبه، يعني هو الحبيبات الصغار مشان ما يعذبونا. حط شوي صغيره بهذا الشكل. صار عندي ثلاث الوان من الشوكولا والفريز. ما بيأثر البودر تكون انه كعجينه تكون عم نحط بودر؟ لا ما بيأثر لانه هي فيها ما بتطلع ناشفه قصدي؟ لا هي فيها سمنه. نعم العجينه فيها سمنه، بس تاخذ الكاكاو اكيد السمنه بالطريه يعني. شفتي ما عذبتنا كثير وما اخذت لون يعني مثل ما قلتي انت بتنشف او شيء. كمان بنحط بعد شوي. اوكي، حسب بدنا نحن قد ايه بدنا لونه يكون اغمق، حسب بدنا من ايه من منغمق باللون اللي احنا عم نستعمله. هيدي هلا وقتها صارت شوكولا. ايه انا بحب كثير هيدي الشوكولا. اوكي اوكي، هدول الوصفات صاروا عندي العجينه. صار عندنا فازن ثلاث وصفات، صار عندي ثلاثه جاهزين. تمام، هلا بدنا نبلش فيهم. عندي هون مربى فريز، عندي شوكولا وعندي مشمش. لازم يكون الشوكولا نوار ام ما بتفرق؟ نحن مثل ما بدنا. انا جايب نوع اثنين اللي هو الوايت والبلاك. ايه بنقطع شوي صغيره من المشمش بهذا الشكل هيك. طيب هيدي الحشوه يعني؟ هيدي الحشوه اكيد بنحط معها شوي صغيره من اللوز. كمان نفرمهم؟ نفرمهم، فينا نكون نفرمهم قبل وفينا كمان مثل ما انا عامل هون محمصهم كمان حتى يعطوني اطيب. كمان اللوز دائما كل شيء القلوبات بس نحمصها اكيد تعطينا نكهه اطيب. نكهه اطيب مش غلط. لكن هلا كمان هون شو بنعمل؟ بنحط شوي صغيره من السكر فوقهم. اوكي، حتى بس تعطيها شويه حلا. صار عندي الحشوه جاهزه. ما كثير يعني انجا ملعقه. ايه لانه هلا الكميه هيدي قليله. قليله قد ما بدنا بنحط ونرجع بنحط سكر. اكيد نحن قد ما بدنا بنحط سكر. هيدي صارت عندي هون كمان الحشوه جاهزه، رح نبلش نحشيها بهذا الشكل. اوكي، ناخذ العجينه ونحط بقلبها الفواكه تبعيتنا ونسكرها ونطبقها بهذا الشكل. ناخذ مطبع
نحن بدنا اياه. هيدي هي اللي بحبها انا. شفتي؟ هلا هدول حنبلش نطبعهم نحن وياكي. ايه ما بدنا نشد كثير. انجب. بهذا الشكل هيك ما احلاها طلعت عندك. سو كيوت. مهضومه. هلا تمام بنحطهم بالصينيه. اوكي. نحطهم بهذا الشكل، حنعمل كذا وحده، هلا انا بسويهم انت بدك تطبعيهم. طيب. احط كفوف. ما بعرف وين هلا. مثل ما شفنا بهذا الشكل هيك بهي الطريقه، هيك هيدي منيح فتحت معنا لانه ما سكرناها منيح. بهذا الشكل هيك. اوكي. عم يعطينا لون حلو. رح ننتقل للوصف الثاني اللي معنا. نعم. اللي هي الشوكولا. الشوكولا اكيد بناخذ من نفس العجينه. هذا الشوكولا عندي هون، نحط شوكولا حبتين ثلاثه بقلبه، بنحط كمان شو؟ من اللوز. لوز وبندق. وبندق. بنسكرها. محمصين. اكيد بده يكون محمصين لانه البندق بس يكون محمص بيعطي طعم كثير طيبه. هي انا شو ايه ما يعني شوي صغيره. هلا انا هون شو عامل؟ عامل كذا وحده رح نحطهم معهم مشان نحطهم بالفرن. اوكي. اوكي. تمام. ننقل هدول لهون معنا. اوكي. هلا عندنا الشوكولا. كمان بدنا ننتبه كمان انه نحن بقلب الصينيه ما بنحط شيء لانه هي العجينه. قصدك ما بتدهن لا لا ما ولا ما في داعي لانه اوريدي هي بقلب العجينه. لانه العجينه هي فيها. شفتك حطيت ملعقتين كبار. شفتهم؟ معلقتين كبار شو؟ زبده. بقلب العجينه؟ لا ايه بالعجينه. بقلب العجينه اكيد بده يكون فيها هي لاساس العجينه سمنه. سمنه. مع طحين وسكر بودره. مزبوط. اوكي. مسكرها هيك عم اكيد اذا نطرناها العجينه شي خمس دقائق بتشد على بعضها وبصير عندي اهون لي بالشغل. طبعا. بس نحن بدنا نلاحق الوصفات تبعولنا. اوكي. كمان انا عندي هون على النار اذا بتشوفي هون عندي اللي هو شرش الحلاوي اللي هلا بدنا نعمل فيه الناطف. شو يعني شرش الحلاوي؟ هذا شرش الحلاوي ليكي. ماذا؟ هذا الشرش اللي بيكون بكعب يعني الجذع تبع الشجره. اوكي. اللي بيقولوا له شرش الحلاوي، هذا هو الشرش. بناخذه اول شيء بنغسله بيكون هيك عندي. اوكي. هذا هو الشرش. بناخذ هذا الشرش وبنغسله اكيد بيكون في بقلبه رمل. بننقعه بالمي تقريبا شي ساعه لحتى ينزل منه كل الرمل. ايه. وبعدين بنحطه على النار. بدي افهم شو بدنا نستفيد منه. هلا بقول لك شو. هلا نحن لما نعمل الكرابيج. ايه. بدنا ناخذ من ميته لحتى نعمل الناطف تبع الكرابيج. اوكي. اوكي. هلا حاطينه نحن هون بالمي عم يغلوا، طفيت عنهم انا النار، وهلا بس نوصل لهم يعني بدهم تقريبا شي ثلاث ساعات لحتى يغلوا. ايه لحتى تعطينا المي تاعيتها لحتى تكون عطت الخواص كلها ظهرت لبرا. اوكي. اوكي. هلا حنرجع نحن نكمل هون. شوكولا. ايه هذا الشرش اللي عم بحكي عنه انا انه هذا شرش الحلاوه. نعم. اللي هو بيكون شو الاستفاده منه؟ ممكن بيستعملوا لكذا شغله، الناطف مثل ما قلنا اللي بدنا نعمل منه، او في منه اللي بيقولوا البوزه الشتويه اللي هي الكرابيج. اللي نحن اكيد انت وطفولتك انت وصغيره كنت طبعا كربوج ولا شفتي؟ كربوج كربوج. هيدي هي اللي بيستعملوا من هيدا الشرش بياخذوا منه المي وبيستعملوا. اوكي. لكن مثل ما شفنا العجينه اللي عم نعملها هي طحين وسكر وكمان حطينا لهم سمنه وخلطناهم مع بعضهم، صار عندي هذه العجينه لوناها اكيد التلوين الصح. يا اما فينا بالبودر او فينا كمان بالليكويد نقدر اكيد نستعمله. بس انه لازم يكون نتاكد انه هذا التلوين صح، مش انه اصطناعي لحتى يعني نكون عم نستخدم الشيء الصح، مش مواد اصطناعيه او شيء. اوكي تمام. وفينا كمان ما عملت لنا ولا شيء بالحليب بالشوكولا الابيض. نحن فينا نحشي شو ما بدنا. يعني انا جبت لك تريكك على الشوكولا. شوكولا شفتي لانه بقول لك حبه وحده بيضه. يلا حنعمل بعد وحده تكون بيضه. بيضه بهذه الطريقه هيك، وبنحط اكيد البندق بقلبها واللوز. واللوز وفينا كمان اذا بدنا فستق حلب فينا نحط. ايه صح. عندك هون فستق، هيدي تاركهم لبعدين للمعمول؟ تاركهم للكرابيج. للكرابيج صح. رح نعمل معمول نحن بالجوز
وبالفستق وبالتمر مثل ما بدنا نحن. ملع اليوم. اي اكيد. لكن احبائي هيدي الوصفه اللي عملناها سوا، حشينا منها هون الفريز، حشينا هون المشمش مع اللوز، وهيدي حطينا بقلبها الشوكولا. فيكم تغيروا كمان، فيكم تستعملوا الاناناس بقلبها، فيكم تستعملوا حسب ما انتم شو حابين المربى بقلبهم فيكم، وفيك تلونوا بالتلوين اللي بدكم اياه وحسب التلوين بتحشوها. هدول بدهم درقه، بدنا نحطهم بالفرن تقريبا شي 10 دقائق على درجه حراره 150، وما بدنا اياهم ياخذوا لون كثير مثل ما هن، بس تنشيف ححطهم بالفرن. بس حنروح هلا بريك وبنرجع بنشوف وين صرنا بالمعمولات تبعيتنا. فاذا رجعي لك بعد شوي كمان لتكفي كل هول التفاصيل، نعرف اكثر كيف بيتحضروا. ما تروحوا لبعيد. لكن احبائي المعمول العيد الملون بالفواكه عملناه وحطيناها بالفرن. هلا حنبلش بكعك العيد. عندي هون حاطين نص كيلو من الطحين، وحطينا كمان نص كيلو من السميد. عندي كمان هلا هون حنحط 300 جرام من السكر. كمان عندي سمنة، هذه أكيد كعك العيد اللي هي الوصفة التقليدية اللي كلنا بنحبها، وأكيد مثل جدودنا وهدول كمان كانوا أكيد يستعملوها لها الوصفة. عندي كمان هون من السمنة حنحط 350 جرام كمان فوقهم. وكمان عندي الحوائج هن تبعيتها اللي هن حبة البركة، اليانسون، المحلب، والأكيد نستعمل الهيل. فينا نستعمل هيل الحب، فينا نستعمل هيل ناعم. وكمان عندي مثل ما قلنا المحلب، وعندي الخميرة، وعندي كمان الكبشة قرنفل. هذه الوصفة كمان عم نشوفها على الشاشة. هنحطهم مع بعضهم. وكمان بدي مي 350 جرام. مثل ما شفنا حطينا المي، السميد، حطينا الهيل والقرفه وهدول الغراض كلنا تبعيتنا. ونحن كمان اذا كمان حابين نضيف عليهم شيء فينا نضيف. رح نخلطهم بهذا الشكل هيك بايدنا. اكيد ما ننسى كمان الكبش القرنفل، كمان بنحطهم مع بعضهم وبنخلطهم. بدي لهم هدول العجينات 350 جرام من الحليب السائل او من المي. يعني فينا نحط حليب بودره 100 جرام، وفينا نحط كمان حليب سائل اذا حابين 350. يعني بنشيل المي وبنحط محلهم دغري الحليب السائل. اوكي، هلا عندي هون 350 جرام مثل ما قلنا من المي، راح نحطهم فوقهم شوي شوي. وفينا كمان نزيد مية الزهر وبنخلطهم على مهلنا بهذا الشكل. هيك صارت عندي عجينة متماسكة كلها سوا، هي عجينة كعك العيد. أكيد بدنا ننطر عليها تقريبا 5 دقايق لحتى السميد يشرب المي والطحين يشرب المي، بتصير عندي عجينة وحدة متماسكة. لكن مثل ما قلنا طحين، سميد، كبشة قرنفل، حبة البركة، وكمان الهيل ناعم أو حب وينسون مع بعضهم، حليب بودرة، صارت عندي العجينة جاهزة. أحطها على جنب ونبلش فيها. أكيد العجينة بدنا ننطر عليها تقريبا شي 5 دقائق مثل ما قلنا لحتى تنشف، وبدها ست ساعات ل 24 ساعة قبل ما تنخبز. انتبهوا منيح، شغلة كتير مهمة انه هيدي العجينة بس نساويها من بعد الست ساعات لنخبز، او يفضل 24 ساعة. مثل ما بدنا الشكل اللي بدنا اياه فينا نعمل الكعكة تبعيتنا، فينا نعملها هيك بشكل مدور ونحط لها سمسم
بنحطها على جنب بهذه الطريقة. وفينا كمان رح نعمل كذا وحدة منهم قبل ما ننتقل للوصفة الثانية. بهذه الطريقة بنمدهم هيك ونطويها كمان مثل ما قلت أنا. فينا كمان نحط فستق حلبي ناعم كمان بيمشي الحال. وفينا كمان نحط إذا حابين كمان حبة البركة على الوجه فينا، وفينا نخليها سادة. هلا رح نعمل شكل تاني اللي هو بنستعمل المطبع. هيدا الشكل بنحطها شوي صغيرة بالسمسم ونحطها بالمطبع وبتطلع عندي بهذا الشكل مثل ما شايفين هيك. نحن حسب ما بدنا بنساوي. رح نعمل بعد شي اربع حبات وننتقل للوصفة التانية. اكيد مثل ما قلنا هيدا الوصفة بدها 6 ساعات رياحة اقل شي لحتى تنحط بالفرن على درجة حرارة عالية. بنرجع بنحطها اذا بدنا فينا نرش عليها حليب سائل بيكون سخن بس تطلع من الفرن حسب ما نحن حابين. وفينا كمان نخليهم سادة بهذا الشكل. لكن احبائي مثل ما قلنا هذا هو كعك العيد، صاروا عندي جاهزين بس بدهم رياحة وبدهم خبيز. رح ننتقل هلا للوصفة الثانية اللي هي الكرابيج والمعمول. اكيد قبل ما نبلش فيهم حنطل شوي صغيرة على الفرن لانه معمولاتنا صاروا جاهزين حنشيلهم. هذا هو المعمول تبعنا. هلا ننطر شوي صغير عليهم بيرجعوا بشدوا على بعضهم وبصيروا عندي جاهزين لحتى نقدمهم. اكيد بدهم يبردوا هحطهم هون على جنب. وبنرجع نكمل وصفتنا تاني. لكن وصفتنا احبائي التانية اللي هي المعمول. هنستعمل فيها السميد الناعم وسميد الخشن. كمان 500 جرام من السميد. عندي 3 انواع من السميد مثل ما قلنا. عندي هون سميد خشن وسميد انعام وسميد الفرخة اللي هو طحين الفرخة. نحن حسب بدنا فينا نستعمل في مناطق ما موجودة فيها السميد الوسط نستعمل سميد الخشن وطحين الفرخة. لكن حطينا هون كيلو من السميد اللي هو نص خشن ونص ناعم، صار عندي كيلو سميد. وبستعمل كمان 400 جرام من السمنة. فينا نستعمل كمان زبدة إذا حابين. 400 جرام مثل ما قلنا سمنة. مية جرام من السكر بنحطهم فوقهم. ومية جرام من حليب البودرة. حط بعد شوي. اكيد ما ننسى كمان الخميرة 15 جرام حسب نحن المكان الموجودين فيه. اذا كان في حرارة وشوب بدنا نقلل من كمية الخميرة. اذا كنا عم نشتغل بمحل فيه برودة بدنا نستعمل كمية خميرة بتكون اكتر. وكمان حسب الكمية اللي نحن عم نشتغل فيها. اذا كانت الكمية كتيرة بنقلل الخميرة. لكن حطينا السميد والحليب البودرة السكر السمنة الخميرة. كمان فينا نزيد محلب. انا افضل نحط محلب للتمر. فينا نريح العجينة من نهار لتاني يوم. فينا دغري نبلش فيها. من بعد ما نخلطهم مع بعضهم بدنا نحط لهم كمان 350 جرام من المي.
صارت عندي العجينه جاهزه هيك اخذت بعضها. هون هلا في كثير من ستات البيوت بعد ما تدعكها بالسمنه والخميره تتركها لتاني يوم، كمان ما في اي مشكله، وفينا مثل ما قلت نستعملها دغري. حاستعملها انا دغري هلا، ححط المي، حنحط المي مثل ما قلنا 350 ملي، بنحط 300 منهم مي و50 جرام من مية الزهر او من مية الورد. صارت عندي العجينة جاهزة، هلا بنخلطهم وبنبلش فيهم دغري. هلا العجينة شفناها نحن طريت شوي، هلا دغري بترجع بتشد معنا، بس نتركها دقيقتين لانه اكيد السميد راح يشرب المي، بتصير عندي عجينة وحدة جاهزة. راح احطها على جنب لحتى نبلش فيها. لكل كيلو من الفستق الحلبي بدنا نستعمل، كل كيلو فستق حلبي بنستعمل له 400 جرام من السكر، بنحطهم بالمكنة بنخلطهم لحتى يصيروا ناعمين، وبنرجع بنزيد دائما للفستق الحلبي بنحط موارد، وللجوز بنحط المي زهر. انا حاطط هون الجوز، حط معه السكر، خلطنيهم على المكنه. مثل ما عم شوف عندي العجينه هون صارت جاهزه، صارت عجينه وحده متماسكه. رح نبلش فيهم اكيد تقطيع، كمان رح اقربهم لحدي لحتى بعد شوي بس نرجع من البريك بنكون جاهزين لحتى نقدم وصفتنا. كعك العيد لكن مثل ما قلنا صار عندي جاهز، بدنا نريحه تقريبا مثل ما قلت انا من 6 ساعات ل 12 ساعة، او يفضل نتركها لتاني يوم ما بيأثر. حطهم على جنب وراح نبلش تقطيع بالحشاوي تبعيتنا. عندي هون الفستق الحلبي رح نبلش نقطعهم بهذا الشكل لحتى نبلش. كمان الجوز مثل ما قلت بنفس الطريقة اللي عملناها الفستق الحلبي، بنبلش بتقطيع الجوز. برجع بذكر كمان مرة، لكل كيلو من الفستق الحلبي بدنا 400 جرام من السكر. الفستق الحلبي بنحط له موارد مع شوية قطر، وللجوز بنحط له دايما المي زهر. يعني هيدي قاعدة لكل شيء معمول أو كل شيء حلويات عم نستعمل حلو عربي، بنحط للجوز مي زهر، والفستق الحلبي دايما بنحط له مي الورد. ما بنخلط ما زهر ما ورد إلا إذا كنا عم نعمل معمول فينا، لأنه بنحط دايما العجينة بتكون عندي بدنا نعمل فيها فستق حلبي وجوز. لكن قطعناهم بهذا الشكل، كمان حقطع شوي صغيرة من الجوز بنحطهم حد منها كمان بهذه الطريقة الحلوة كتير. أكيد عند العجينة هون صارت جاهزة ودائما قبل ما نبلش بالمعمولات نحن تبعيتنا بدنا دغري اول شيء بنفكر فيه انه لازم يكون عندي حراره الفرن كثير عاليه، يعني المعمول بده حراره عاليه من 350 وطلوع، اقل شيء بده يكون الفرن عندي 300. ما نحط المعمول ابدا ويكون عندي الفرن بارد. وكمان شغله، ما نحط المعمول بالفرن الا ما نتاكد انه المعمول اختمرت. لكن احبائي حشوة الجوز صارت عندي جاهزة، فستق الحلبي صار عندي جاهز، عجينة المعمول عندي جاهزة. حناخد بريك صغير وبنرجع لكم، ما تأخروا. أحبائي لكن مثل ما شفنا المعمول صار عندنا جاهز، العجينة عندنا جهزناها، الحشوة تبعيتنا اللي هي من الفستق الحلبي والجوز كمان صاروا جاهزين. رح نبلش فيهم دغري. مثل ما قلنا احبائي عملنا العجينه وتركناها شي 3 4 دقائق لحتى شدت العجينه والسميد شرب المي. راح نبلش فيهم حشي.
اول شيء اللي حاعمله هو الكرابيج. رح افرجيكم كيف نحن بنعمل الكرابيج بهذه الطريقه، بنفس طريقه المعمول، ولكن نيجي لهون لعندي بنعملها الحبه هيك طويله، بتصير عندي بهذا الشكل. رح نعمل بعد، بناخذ العجينه بنحط بقلبها الفستق الحلبي وبنسكرها وبنرجع بهيدي الطريقه، بتصير عندي هيدي الحبه. بنفس الطريقه كمان هي ذات اللي بنعمل فيها طريقه المعمول، مثل ما قلنا لكان حط بقلبها الفستق الحلبي وما ما منطبعه، يعني دائما الكرابيج ما بنقدمه مع المعمول، بيكون لحاله بتقدم مع الناطف او هي البوزه الشتويه او اللي احنا بنقلها هيك الكربوج. هذا الكرابيج صار عندي جاهز. رح نعمل دغري القطر. القطر اللي هو بنستعمله للكرابيج، رح ناخذ السكر، ناخذ شوي صغيره من السكر نحطهم على النار. كمان حط لهم شوي صغيره من المي، بنحطهم على النار لحتى يغلوا. هون انا مثل ما ذكرت قبل شوي اللي عندي عندي شرش الحلاوه نحن عندنا صار جاهز، طفينا عنه النار وتركناه. مثل ما شفنا الكرابيج عملنا بهذه الطريقه عملناه، هون حنعمل كمان المعمول بالجوز. معمول الجوز مثل ما قلنا كل نص كيلو من الجوز، كل كيلو من الجوز حطينا له 400 جرام من السكر وشوي صغيره من القطر، واكيد طريناها بمية الورد. الوصفه كمان هلا حتطلع على الشاشه، ايدوها اذا بتريدوا ومض غلبته بالمقادير. وانتبهوا لشغله كمان، بما انه هلا صار عندنا نحن الطقس شوب، فينا نكون عم نستعمل المي من البراد، يعني اكيد السمنه ما فينا نحطها بالبراد لانه بتعذبنا بالشغل اذا كانت جامده. بدنا نستعين يعني بمي البارده. فينا نحط ثلج ونحط بقلبهم مي ونرجع ناخذ منهم الكميه اللي نحن بدنا اياها ونحطها بقلب المعمول تبعنا. اوكي، عندي الكرابيج صار جاهز. رح ننتقل للمعمول. هون مثل ما قلنا المي الناطف رح اصفيهم. رح اخذ شوية صغيرة منهم حصفي انا قد ما بدي وخليهم بقلب المي لحتى الخواص تبعهم كل ما يضلوا بالمي كل ما بيكون احسن. رح اخذ قد الكمية اللي انا بدي اياها اللي هي تقريبا كباية هدول، ورح احطهم دغري بالمكنة. رح ناخذ الشريط، واكيد ما ننسى كمان بدي ثلاثة من زلال البيض. الوصفة عم تطلع عنا على الشاشة، حناخد ثلاث حبات من الزلال. هذا زلال البيض. رح ناخد منهم مثل ما قلنا ثلاث حبات وبنحطهم فوق الشرش. القطر بيكون عندي على النار عم يغلي. وما ننسى انه انا كمان حطيت الكرابيج بالفرن، حطل عليهم قبل ما ننتقل ونبلش بالناطف. كمان عندي هون شغله مهمه كثير، انه انا هون لكن نزلوا معي شوي صغيره من الزلال بقلب ال بشوي صغيره من الصفار بقلب الزلال، هدول لازم شيلهم لانه بينزعوا لي الناطف. رح احطهم هون ورح اطل شوي صغيره على الفرن.
شايفين الكرابيج عندي بلش يستوي، راح نبرمهم كمان شوي صغيرة. هذا الشريط احطه هون، صار عندي هون لكن مثل ما قلنا زلال البيض، وعندي كمان مثل ما قلنا زلال البيض، وعندي كمان مي من شرش الحلاوه صار عندي جاهزين. رح نضربهم مع بعضهم، بيكون عندي صار القطر جاهز. كمان مثل ما قلت انا الناطف والناطف بس بدنا نحطه بالمكنه اللي هو مية الشرش الحلاوه، بده يكون عندي المكنه ونحطهم على اسرع ما عندي، يعني اذا عندي على ثلاثه بنحط على ثلاثه، اذا كان عندي على الاربعه بنحط على الاربعه، لازم تكون عندي سريعه لحتى ياخذ المزيج بعضه ويرتفع لفوق، ساعتها بنرجع بنحط القطر. هذا الناطف اللي عندي صار عندي الناطف جاهز، رح خليه يضرب بعد شوي صغير، كل ما خليناه يضرب كل ما بيفتح عندي اللون وبيصير عندي الكمية أكثر. هلا هي مش إنه كل ما ضربناها بصير عندي كمية أكثر بس، ولكن بتطلع الكمية بتاخذ الحدود تبعها، لازم نتركها شوي صغيرة بعد عن تبرم. قبل ما هيدا نرجع لقلن حطلة شوي صغيرة على الفرن، لأنه الفرن صار عندي جاهز الكرابي. يعني ما بدي اقول لكم قد ايه لازم تتخيلوا هالريحه الحلوه وريحه المي زهر، كيف بس نحطها بالفرن او ريحه المورد بتفح وبتعبي استوديو. الناطف صار عندي جاهز، حنحط له ناطرين نحن بس القطر، حدور شوي صغيره وبننزل لهم القطر شوي شوي. القطر كمان ما ننسى انه بدي احط له مي زهر، يعني هلا حدور حنحط مي زهر بقلب القطر، القطر كمان على النار بده يكون سخن عم يغلي، بنحط القطر بكون عندي صار الناطف جاهز، الكرابيج عندي كمان جاهز، بننتقل كمان بعد منها لحتى نعمل المعمول العيد. لكن مثل ما قلنا عملنا المعمول الملون اللي هو بالفواكه بالفريز بالمشمش بالشوكولا، عملنا الوصف الثاني اللي هي كعك العيد، صارت عندي كمان نحن جهزناها. وكمان رح اذكركم شغله صغيره، انه الكعك العيد لازم نريحه من 6 ساعات ل 12 ساعه، ويفضل لتاني يوم بيكون احسن. هي الوصفه الثانيه اللي عملناها. الكرابيج صار عندي هون الناطف جاهز والكرابيج عندي جاهزين، رح ننزل القطر ونقدم الصحن نحن وياكم. أحبائي هذا هو الناطف، القطر عندي جاهز، رح ناخده بريك وبنرجع ومنطبقهم سوا. كمان ضلكم ناطرين وحضروا ورقة وقلم، زيدوا كمان شو ارجع لكم لحتى ما تغلطوا بالعيارات. معكم رشة ملح اكيد، وعم نشوف المعمول هلا شو عم بيعمل فيه، والالوان الكتير حلوه وكتير طيبه وكتير شهيه. وين صرنا شاف؟ نحن خلصنا اول شيء اللي عملناهم، اول ما بلشنا بالعصير اللي هو الرمضان اللي هو الليموناده مع النعنع او مع التوت او نحن مثل ما حابين. عملنا الوصف الثاني اللي هي المعمول بالشوكولا او المعمول الملون، اكيد اللي بحبوه الاولاد طبعا. هلا عم نصفهم بالصينية. هذا المعمول حشانيون مشمش ولوز، كل واحد على فليفر معين، واحد على شوكولا اكيد مثل ما نحن، واحد على مشمش والتالي على ستروبري حسب ما نحن بنحب فينا نزين اكيد. النوع الثالث هذا هو بالمربى الفريز، فينا نستعمل
اي نوع من المربيات اللي احنا حابينهم ما في اي مشكله. هدول معمولاتنا صاروا جاهزين. تمام. اوكي. هلا ننتقل للوصفه الثانيه اللي هي كانت معنا الكرابيج. الناطف عندي مثل ما قلنا جاهز، طلع الناطف اللي هو من ميه الشرشه الحلاوي اللي احنا عملناه هون، حنزيد عليهم دغري القطر السخن. بندور المكنه مثل ما قلنا، بنرجع المكنه على على اثنين يعني على الليفل الاقل، ونبلش نسقط القطر تدريجيا شوي شوي بهذه الطريقة. هيك بصير عندي الناطف جاهز. خلينا شوي صغيرة لحتى ياخذوا بعضهم. بهالوقت أنا برجع بنصف الأصابع الكرابيج وبنزينهم بالناطف تبعهم. ناخذ صحن أبيض، فينا نحط الصحن البدنية ما عندنا مشكل. حط الكرابيج بهذه الطريقة الحلوة هيك، بنصفهم. فينا نحط الناطف دغري عليهم أو بالنص، أو فينا كمان نحط كاسة صح بنزين بقلبها. هنا في منهم محلات الحلويات بيجيبون دغري محطوط على كل حبة، فينا نزين نحن الشكل اللي بدنا إياه. إيه. أو بتجيبون بقى خاصين عندي صار مثل ما قلنا الناطف صار جاهز، الاصابع الكرابيج عندي جاهزه. باخذ دغري اكيد بننطرها شوي صغيره تبرد، كمان بيكون احسن كل ما بتشد اكثر. هذا الناطف صار عندي جاهز، بنحط انا راح احط بالنص الصحن شوي، نرجع. فينا نعمل كمان اذا عندي كيس تبع الكريمه فينا نصبهم بقلبهم نعطيهم شكل مخرم او شيء بيعطينا صحيح شكل كمان احلى لذيذ. هذا الناطف تبعولنا حنزينهم بشو بدك نزينهم؟ فينا نزين بشوي صغيره اللوز، فينا نزين شوي صغيره الفستق كمان بتطلع حلوه، الفستق الحلبي فينا نحط عليهم، فينا كمان نزيد عليهم شوي صغيره من زهر الليمون اذا حابين، كمان ما في عندنا اي مشكله. لكن هاي الوصفة صارت جاهزة، وهيدي الوصفة كمان المعمول جاهزة. هلا رح ننتقل للوصفة الثانية اللي هي معمول بالجوز. معمول بالجوز. العجينة حضرناها نحن قبل شوي، صارت عندي جاهزة. نعم. رح نبلش فيها مثل ما قلنا حشي. ناخذ شوي من العجين، بنحط الجوز بقلبهم بهذه الطريقة هيك، بناخذ المطبع بهذا الشكل. ما بنشد على العجينه، يعني هيدي العجينه بس نحشيها، بس نوصل لحد المطبع. في كثير ناس معهم بيلزق المعمول بقلب المطبع. فينا نعمل شغله، ايه فينا نعمل شغله، بنولع الغاز بنحمي المطبع، يعني بس تلزق معنا بنحمي المطبع على حراره الغاز شوي صغيره هيك، بياخذ القالب الخشب عندي حماوي، مجرد ما السمنه تدقر بقلبه دغري بتقبع. بهذه الطريقه اللي كان مثل ما قلنا بنحطها، ما نشد عليها كمان كثير، تطلع عندي بهذا الشكل. عجبتك الخضريه؟ روعه. سهله. ايه اكيد يعني، بس هي بدك تحط يكون عندك هيدي الاراده انه انا بدي اعملها. صحيح. لكن احبائي مثل ما قلنا كيلو من السميد، السميد الناعم، او فينا نستعمل سميد الخشن مع طحين الفرخه. في ثلاث انواع من السميد، هو سميد الخشن، وفي سميد الوسط اللي هو الناعم، وفي طحين الفرخه. اذا موجود، اذا لقينا نحن سميد الناعم اللي هو سميد الوسط، نستعمله دغري لحاله بناخذ منه كيلو. اذا مش ما لقيناه موجود، نستعمل نص سميد خشن ونص طحين الفرخه. وفينا كمان اذا حابين نحن عندنا المعمول تضل طريه اكثر وتضل وقت، فينا نستعمل مع يعني من نفس العيار تبعنا، فينا ندخل معهم شوي صغيره من الطحين. مثل ما قلنا كيلو السميد، حطينا معهم 100 جرام من السكر، وحطينا كمان 100 جرام من حليب البودره،
حطينا 400 جرام من السمنه، فينا كمان نستعمل الزبده معهم كمان بيأثر. للكميه نص بنص، يعني فينا نستعمل نص زبده ونص سمنه ما بيأثر. يا ماما على الريحه الطيبه اللي عم شفت الريحه ما احلاها، هذه ريحه المحلب وريحه المي زهر بقلب العجينه تبعيتنا. اذا عرفنا شو السبب، شو السر، يعني بتعرف كل الجيران وايمتى اكيد يعني عم نحن بتدخل معمول. اكيد ما هو بس يساوي المعمول الجيران كلها بتلتم بيلتموا اكثر شيء تضيع مع بعضهم العائلات، لانه بيعملوا سوا مع بعض، يعملوا مع بعضهم المعمول. كمان عندي هون معمول، صار عندي الكرابيج اللي حطيناهم مره ثانيه كمان استووا تمام. نضرهم شوي صغيره، بدهم شوي؟ ايه بدهم شوي صغيره بعد. لاحظي من هون اخذوا لون، من هون بعد بدهم شوي صغيره، حطهم دقيقه بس تضلك متذكري معي. اقل من دقيقه. اقل من دقيقه، برافو. يلا انا منتبه لك عليهم، ما تعطي الهم، هدول لازم انت تنتبهي عليهم. ماشي. هذا اللي كان مثل ما قلنا معمول العيد، وكمان بهالوقت هيدا بدي انتهز الفرصه كمان عيد اللي بحبهم. اكيد طبعا. اكيد كمان بدي عيد مرتي واولادي كمان، لانه بتعرفي بشهر رمضان مش عم نشوفهم. اكيد الشغل بيكون ضغط. ايه اكيد، وكل اصحابي، كل اصحابي كمان بعيدهم. اكيد ينعاد عليك وعلى عائلتك انا كمان بقول لك. واكيد كمان بدنا نعيد الشيف محمد قدوح، السيد ياسر، مدام رولا، كمان كلهم بعيدهم، وبقول لهم ما تواخذيهم كل سنه انتم بخير. شو بدنا نعمل يعني؟ بتعرفي بال قلت لي انا لانتبه لك. يعني لو احترقوا على قد ايه؟ يعني لو تمام. احترقوا كان بدي احطك محلهم بالفرن، بس حرام. حرام عليك. حطهم حدك هون. اح يا يا تمام. لكان احبائي هيدا المعمول عندي صار جاهز، عملنا منه الفستق الحلبي، عملنا منه الكرابيج، وعملنا منه المعمول بالجوز. واصعب شيء الواحد ما ينسى المعمول بالفرن، لانه اوقات هي تقريبا قد ايه بدها وقت؟ هلا هي المعمول نحن بدها وقت سبع دقائق، سبع دقائق بالفرن، سبع دقائق لثمان دقائق. وبدنا ننتبه لشغله، المعمول بعد عنده حراره شيء معينه لازم يكون موجود أكيد. فيها؟ اكيد حراره الفرن بدها تكون بين 350 و400. اوكي، يعني لازم تنتبهوا كمان انتم. هلا هي شغله كثير مهمه، المعمول اول شيء من بعد ما نطبعه بده يرتاح نص ساعه لحتى الخميره تتفاعل، لحتى السمنه ترجع تدوب من اول وجديد، لحتى سميد يتش مضبوط بالسمنه وميه الزهر. بكون عندي صارت العجينه كلها ماخذه بعضها، اكيد اهم شيء بتكون الخميره تفاعلت بقلب الوصفه تبعيتنا. بنحطهم بالفرن، بنطلع على المعموله بتلاقيها هيك لحالها بينت انه السمنه شوي صغيره ظهرت منها لبرا، صارت معناتها لازم نخبزهم. الفرن بده يكون عندي حرارته بين 350 وال 400 درجه. ما بتفرق بين عندي مثلا الفستق، الجوز، او حتى تمر كمان؟ لا لا، كله نفس الحراره، كله نفس الحراره. بلا ننتبه، التمر بده وقت اكثر بالفرن لحتى ياخذ اللون الاحمر. طبعا المعمول بده ياخذ بس الكعب، يعني نحن اذا لقينا حبه المعمول وجه بعده شوي لونه زهر بنشيل، بنخلي الكعب، لازم هو اهم شيء الكعب يستوي، لانه الوجه اكيد راح يتغطى البودرة بالسكر. اذا ضل كمان المعمول عندنا كثير بوقت بالفرن بفسخ، واذا كانت العجينه مش مختمره كمان العجين بفسخ. يعني هدول الشغلات ممكن نحن نكون عم نشتغل الطريقة الصح، نعم، ولكن شغلة صغيرة من هدول الشغلات هي اللي بتخرب لنا الوصفة تبعيتنا. طبيعي كل شيء ولا يحترق المعمول؟ لا يعني ما هيدي هو الواحد لازم ينتبه بهالأمور هيدي. مثل ما قلت أهم شيء إن العجينة تختمر معنا، وأهم شيء تكون مرتاحة بالفرن، يعني حرارة الفرن عالية بتنخبز وبتتسكر. دخلك ليش كان قبل، نحن بتذكر انا صغير كان المعمول دائما يكون المعمول كثير كبير، الحبه كبيره كبيره. صحيح. صرنا هلا على يعني بالسنين المتقدمه صرنا نلاحظ انه كل يومين بتصغر، يعني صارت قد اللقمه. هي المفروض هيك معنا هيدي. لا لا بالعكس، هي شغله صغيره. الحلو انك عم تاخذي بدل ما تاكلي حبه وحده كبيره وضلك بتصير بتقدر تاكل كذا نوع. صحيح، هذا هو مزبوط. بصير ضلك مثلا تقول لا بدي من هاي بدي من هاي، بس اذا كنت عند ناس عايبه تقولي لهم بدي حبتين اخذهم. اكيد.
هيك بندوق كل المعمولات وكمان مثل ما قلت يعني بلشنا اول نهار قلت لهم العالم لازم نعمل دايت وننتبه على جسمنا. هون نسود دايت هون بيجي العيد. هلا فينا نزعبر شويه بالدايت، فينا نستعمل ال شو السمنه النباتيه قلت الدسم، بس ولكن بفرق معنا الطعمه. اوكي انتبهت علي كيف؟ وبدنا ننتبه كمان شغله، نحن عم نسوي المعمول ما ياكلوا كثير، فيهم ياكلوا من كل شيء بالحياه، مهم يدوقوا وما يكتروا من الكميه. شو كنت عم تقول شيف؟ لازم ننتبه كمان لشغله كثير كثير منيحه. نعم. انه حتى المعمولات معنا ما لازم يكونوا بعاد عن بعضهم. بصيروا بيحترق كعبهم، بصير بيحترقوا بشكل اسرع. ما لازم يكونوا بعاد عن بعضهم ولا لازم يكونوا بعاد عن لا بعض. لازم يكونوا قراب من بعضهم، ما لازم يكونوا بعاد عن بعضهم. أوكي. يعني هيك لازم يكونوا بهذا الشكل. هلا انا عم وسع شوي ما بيأثر. أوكي. بس ولكن لازم يكونوا بهذا الشكل لحتى لحتى الكل بس يفوتوا على الفرن، لانه الصينيه حديد او الومنيوم او اي شيء بتاخذ حماوه، ياخذوا حماوه اذا ما كان اذا ما كانوا لازقين بعضهم. في محلات بتحترق اكثر من محلات. اوكي حلوه هي الخطوه. لكن احبائي هذا المعمول صار عندي جاهز هون، نتركهم ليرتاحوا. هيدا الكربيج اللي عملناه، كربوج. هيدا المعمول بالفواكه المشكل. اوكي اكيد انا شو عامل من نفس المعمولات اللي نحن اللي عاملينهم، كمان محضر منهم انا بالتمر وبالجوز. هل الجوز اللي عملناه اكيد الفستق الحلبي ما عملنا لانه عملنا منه الناطف. اكيد حلقتنا لليوم خلصت. حلقتنا اليوم اكيد خلصت. بنتقل لعندك وكمان شغله كل اللي عم يحضرونا والك كمان، بقول لهم كل سنه وانتم بخير. ينعاد عليك كمان اكيد شيف، ويعطيك الف الف عافيه. ثانك يو. هلا اكيد خلصت حلقتنا لليوم، بكره نهار جديد وعالم صباح جديد، فقرات جديد كمان بتكون تتابعونا. انا رح قلكم بشوفكم نهار الاربعاء ان شاء الله، وباقي ثلاث ايام او اربع ايام حسب بيكون اجى العيد، وبنعيدكم بوقتها مش من هلا لانه رح ارجع اشوفكم. فاذا ان شاء الله يكون نهاركم حلو وتكفوا بقيه نهار ممتع مع العيله او مع الاصحاب. باي.